السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ام هدي التعليم الراندا. اليوم البنات عندي الراندا بالعقيق جوزان دوبلا. كنت بديت معكم بديه، دركا غندير لكم باش نسدو الجوزه. بسم الله البنات، عندنا الابره، العقيق، والخيط برمعة ثلاثه الشعرات. بسم الله حنا نبداو كنديرو بعدا نضرب هنا وغرزة من العقيقة، هنا كندوزو الخيط من فوق العقيقة وكنخدمو عادي، تنكملو عاد كنرجعو في العقيق. هاد الخدمة البنات راه ساهلة وعملية، غير كطلع كتفوتيش فيها 4 ايام الا جديتي فيها الخدمه، دغيا كطلع لك 4 ايام ديال الخدمه، كتطلع كتكملي القفطان ديالك. كنضربو غرزه هنا وغرزه من هنا من فوق العقيقه من الفوق هكا البنات، باش يجي هذا الخيط من الفوق. ملي نجيو من هنا كنشدو في هذا الخيط. كملوا بعدا الخدمه نوريكم كيفاش غنديروا العقيق. كنضرب الغرزه الاولى، ثانية، ثالثة، كنجيو هنا الرابعة كنضرب فوق من العقيقة، فوق من العقيقة كتجينا ربعة، جينا الرابعة ديال الغرزة هاديك. كنجيبو العقيق في هاد الغرزة هادي كنضربو عقيق، غنوريكم البنات نها فين كنديرو عقيق. هنا ما كنديرش العقيق، كنضربو غرزة عادية وكنضربو غرزة اخرى تاني هنا عادية، هي جوج غرزات ما بين العقيقة والعقيق، وهاد العقيق هاد الغرزة هي غندير فيها عقيق اخر. البنات بينات العقيقة والعقيقة جوج غرزات، كنضرب وحده هنا وحده هنا وكنخدمو عادي. كنضرب هاد الغرزة تاني، هاد الغريزة ها هي كندير فيها العقيق كنضرب غرزة هنا الفوق العقيقة، كنضرب غرزة اخرى التانية، كنجيب عقيقة اخرى كنضرب غريزة هنا، كيبقاو جوج غريزات ما بين العقيقة والعقيقة، ما بين العقيقة والعقيقة جوج غريزات وكنخدمو عادي. نكبد لينا الخيط كندفنوه هنا وسط الثوب، كندفنو وسط الثوب، كنديرو خيط خرج جديد وكنركبو الخيط
هنا فين فين دفن الخيط الاخر. كنخدمو تاني عالي من فوق لقيق لي درنا. كنخدمو عادي حتى كنكملو. دابا فاش كنمشو كنشوف العقيق، فاش كنجو كنديرو العقيق. شفتو البنات هاد الجغريزات هما كنضربو فيهم الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، هي كيتكونو عندنا جوج غرزات ما بين اللقيقه والعقيق. كيف كيديرها غرزه وحده وديري غرزه وحده بين اللقيقه والعقيقه، هي هو ما كيجيش هاد الخط هكا بينات، كيجي غير خط صغير رقيق. هذا كيجي شويه باين، هو فينا في الخدمة كيفاش كيدير، كيبان زوين. دابا كملت البنات السطر الاول، نرجع فيه السطر باش ندير العقيق. دابا هنا ضربت الغرزة الاولى فوق من العقيقة، غنجيب العقيق يعني الغرزه هي نحطو من الرقيقه، وهاد الغرزه كنديرو فيها غريزه عاديه بالرنده هي، كنجي نضربو ثاني غريزه هنا، كنجيبو العقيقه الثانيه هي نديرو هنا من هاد الغريزه، كنديرو عقيقه وهي الغريزه كنضربو فيها رنده عاديه اشتغلت. وكنمشيو تاني كنخدمو عادي، كنخدمو الوسط ديال الجوزة. البنات هاد الغريزة تاني غندير خدمو العقيق، ندير الغريزة التانية وهاد الغريزة هي غنحط فيهم العقيق. كنخدمو عادي طبعا التوب، كنشدو غرزة في التوب وكنرجعو تاني نخدمو عادي. سمحوا لي البنات راه الصوت ديالي كيمشي ليا. كنزرب باش ما نطورش لكم في الفيديو باش البنات كلشي يفهموا الخدمه.
نبقى نخدمو حتى كنسدو الوسطانية تاعي، الجزء الوسطانية هذه تسد هي الأولى، كتسد هي الأولى، بعدا كتبقى ديال الجن تسد حتى كتبقى لينا واحد العقيق فوق بحال هنا بحال هذه. أي نتمنى البنات تكون واضحة عليكم، بحال هاد العقيق كتبقى تسد كتولي بحال هنا، تاني الفوقانية هاك. وهنا البنات رانا هي الجوزة ديالنا تسدات الوسطانية، غندير واحد العقيقة هنا باش نسدوها، غنضرب واحد الغرزة هنا كنجيب العقيقة كندير العقيقة هنا نقزو هاد الجوزة هاد الغرزة عفوا ونضربو في هاد الغرزة، نضربو هنايا هنا كنسدو الجوزة ديالنا وسطانية، فهي دابا تسدات هاد الجوزة الوسطانية اللي كتبان ليكم هي تسدات، درنا عقيقة في الفوق. كنجيو هنا تاني كنديرو عقيقة أخرى، هي البنات هي دابا الجوزة الوسطانية اللي تسدات هي العقيقة ديالنا، بقات كتسد بقات فيها عقيقة واحدة. وهنا البنات كملنا هاد الجوزة الوسطانية هي تسدات، دابا غنسدو هاد السطر اللي جاي في الجنب باش تسد الجوزة كاملة، غنجيبو العقيق ندير واحد العقيقة هنا وغنضربو غرزة هنا هي وغنديرو عقيقة هنا غنديرو عقيقة هنا هافي وغنضربو غرزة هنا فوق العقيقة اللي كنا درنا من قبل. شتا البنات هي دابا بقات لينا غير واحد العقيقة في الوسط هي اللي باش نسدو الجوزة ديالنا، غنخدم عادي ملي دابا الخيط غادي ندفنو وسطوب بحال هذا اللي دفنا من قبل هكا، وكنخلو حتى نخدمو فوق منو خيط اخر. وهنا البنات رحنا كملنا غادي نديرو عقيقة واحدة باش تسدو الجوزة الثانية، باش نسدو هاد الجوزة اللي فوق هي دابا غتسد الجوزة ديالنا بواحد العقيقة. شتو البنات ها هي الجوزة ديالنا تسدات، وغادي نشارك معكم الفيديو الثاني اللي غندير فيه الفتحة ديال العنق ان شاء الله بحول الله في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسونيش البنات من ابوني ولي لايك وتكثروا من التعليقات، تكثروا من التعاليق، وكنشكر كاع البنات اللي متبعيني بنات وولاد وكل شيء اللي متبعني كنشكرهم بزاف 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 بزاف، كلمة الشكر قليلة في حقكم البنات، كنشكركم بزاف.
وما تنسوناش من التعاليق، كتروا من التعاليق البنات. وبسلامة عليكم، شكرا لكم، وبسلامة في فيديو جديد إن شاء الله.